إذن شكرا زميلي أحمد يوسف، تغطيتنا مستمرة وحية ومواكبتنا لجميع الوقائع مستمرة، وعدسة الوطنية دائما في قلب الحدث. كما أشرت زميلي أحمد يوسف، هو مهرجان نظمه حزب تكتل القوى الديمقراطية مساء اليوم في ساحة ابن عباس، وقد تداعت جموع وحشود إلى هذا المهرجان الذي حضرته شخصيات قيادية بارزة في حزب تكتل القوى الديمقراطية، ويأتي أيضا في ظرف استثنائي إذا ما نظرنا إلى الحوار الوطني والترقب الشديد من قبل الشارع الموريتاني لانطلاقة هذا الحوار، خاصة بعد الحديث عن تداعي جل أحزاب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة إلى الدخول في هذا الحوار الوطني، ويتخلف عنهم الحزب الذي ينظم المهرجان اليوم وهو حزب التكتل. إذن وقائع عديدة يتضمنها هذا المهرجان، ورسائل عديدة ينتظرها الشارع الموريتاني من الرئيس أحمد ولدان داه ومن حزب التكتل القوى الديمقراطية تحديدا. حدثني بداية ضيفي العزيز الأستاذ مختار الشيخ الفيدرالي بحزب التكتل على مستوى داخل التنواذيب، وحدثني بداية عن المهرجان، عن طبيعة المهرجان وعن أبرز الشعارات التي حضرت فيه. شكرا. أولا في البداية شاكر باسم حزب التكتل جماهير نواكشوط اليوم اللي جاءت تعبر عن وقوفها خلف هذا الحزب. هذا المهرجان اللي اليوم اللي نظم حزب التكتل جاء ردا على المحاولة اللي قائم بها هذا النظام التي تستهدف هذا الحزب منذ زمن طويل، وتستهدف ورد أيضا على المرجفين اللي قالوا عن التكتل مات خالد، وعن التكتل شهد انسحابات، وعن هذه الانسحابات ستؤثر على التكتل، وعنه أصبح من الماضي. لكن جماهير نواكشوط اليوم وجماهير التكتل أبت إلى أن ترد بقوة على هذه على على هذا على النظام وعلى المرجفين. جاءوا كم كبير، هذا مهرجان ما قط خلق في موريتاني، ما قط نظامته جميع الاحزاب، لا المنتدى ولا الاحزاب الاخرى. هذا الحشد اللي اليوم شهدت ساحه بن عباس وهي اكبر ساحه في نواكشوط ما قط خلق، وهو رساله قويه لمن يريد ان يفهم الساحه السياسيه في موريتانيا ان التكتل حزب قوي وحزب من الصعب تجاوزه. هذه هي رسالة قوية أراد الحزب اليوم أن يرسلها للنظام أساسا. إذن دعنا نعبر إلى الخطابات الواردة في على منصة طبعا المهرجان اليوم، وخاصة من الرئيس أحمد ولدادة. يعني تصعيد جديد نشهده في الخطاب، حديث عن مطالبة الرئيس محمد عبد العزيز بالرحيل وبالضمان له بأنه لن يتعرض لأي متابعة أو مساءلة من قبل الشعب الموريتاني. دعني أسألك في البداية، يعني حزب لا يمتلك الأغلبية داخل الشارع الموريتاني، ولا تترجم ذلك صناديق الاقتراع منذ طبعا الانتخابات التي دخل فيها مع الرئيس محمد عبد العزيز، كيف يستطيع أن يتحدث على لسان الأغلبية من الشعب الموريتاني ويضمن عدم المساءلة لأي رئيس كان؟ أظن اليوم أن جماهير نواكشوط وهي طبعا تمثل الشعب الموريتاني، لأن نواكشوط يمثل موريتانيا كاملة، هذه رسالة قوية. انتخابات المزيفة لنظام عبد العزيز لا تمثل شيئا، اللي يمثل الشعب الموريتاني واليوم مشى رسالة قوية عن التكتل اللي قد يتكلم باسم الشعب الموريتاني. وخطاب الرئيس أحمد ولدادة خطاب يمثل الشعب الموريتاني، والرسالة المشى اليوم هي عنها أدنى شيء قد يقوله هو فطنت ما طلبوا شيء، طلبوا عنه يرحل، عنه يمشي اليوم قبل الغد، مقابل عن الشعب الموريتاني خليله ذاك اللي مشى به كامل من ثرواته، وهذا ندي عنه حد عدل الحد ما بخلو شيء به. اللي من أين يستمر في هذا الوضع؟ لا يعود ذاك أصعب، ولا يعود الشعب الموريتاني ما هو لا يسكت عن ممتلكاته، له لا يسكت عن نهب ثروته، وعنه لا يطالب محاكمته. جميل. وهذا شيء طبيعي، هي ليست ضمانة من الرئيس للرئيس بعدم المساءلة، وليست ضمانة طبعا يأخذ أحمد ولدادة على الشعب الموريتاني، هي فقط دعوة هي ضمانة هي ضمانة هي طلب لعزيز للذهاب اليوم عن السلطة مقابل ضمانة من الرئيس أحمد، وأحمد قد يطلب ما الذي يستطيع أن يضمنه عن الشعب الموريتاني؟ أنا قلت لك عن جماهير اليوم نواكشوط، هو اللي هو 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 الحقيقة. انتم لكم شهرة ما بقى شيء ما عدلتوه في هذه القنوات كاملين، استضفتوا وقلتوا عن التكتل تفكك ورحل وعن ما تخالف. من قالها؟ قالتها المخابرات، قالتها الدولة،
قالت الوقائع، الوقائع من تخرص اليوم مهرجان التكتل اليوم سيد الكريم، مهرجان التكتل اليوم جرد لكم لكم جرد اليوم، جرد اليوم. انا ماني متكلم عن قناه، انا ماني مشيتكم انتم، انا اتكلم بصفه عامه، انتم هيك بصفه عامه، الاعلام الاعلامي بصفه عامه، انا لا اتكلم عن، لا 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 تفهمني خطا، لا اتكلم عن الوطنيه، انا الاعلام بصفه عامه. هناك حمله قويه قامت ضد حزب التكتل في الشهور الماضية، امتينا عنه ما تخالق وعنه مشاو عنه ناس وعنه ما تلعب بقى رئيس أحمد الداداء وحاولوا شو من النار واقيش قليلين يا غير هذا المهرجان القوي اليوم الحاشد اللي ما يقدر ينكره العبد العزيز ولا تقدر ينكره المخابرات ولا تقدر ينكره القاصي والداني، رد فعل قوي على هذا وقيولهم عن حزب التكتل عنه حزب قوي وراه ولك شهد انضمامات مهمة يا أمس وشهدها اليومات خلال المهرجان اللي ما قد تكاملت نعلن خلال المهرجان، غير هناك انضمامات مهمة شهدها اليوم الحزب. ولا نقول لك عن مولي الدولة ما بخلت شيء اليوم ظالة تقسم، احنا ماشيين عندنا المواطنين وقسم عليهم في مقاطعات واكشوط كاملة اليوم، انتوا هذا مهم كنتوا قبيل تمشوا تسجلوها وتقارنوها مهرجان التكتل يا اقتنعتوا لم نشاهد لها اي صوره بكم ما مشيتوا تلوذوا لها يا غير نحن اللي كانت تفزرنا معارضه مطالبين بتصويرها احنا كنا فزرنا وبتقديم الادله يا غير انا قاعد يعدل على هذا دخلك مهرجان وعود النظام متبارك يقسم، احنا زين عندنا خالد نعدلوا مهرجان ويستفاد الشعب الموريتاني من ثرواته دي منهوبه وخيرات المنهوبه من جميل. دعنا نعود الى لك عن المهرجان ما تقسيمات وحدها هل ترفض هل تعتقد نعم من عند الخامسه على الدوره ما قد حد يجي للمهرجان هذا الحشود خلفت كامله سابق الخامسه جميل. هل تعتقد بان الدولة مشات كاملة تعب ضد النظام قبليا وكل التأثير المادي وانظره الإدارة والناس كاملة عن ما يختار حد يشاف المهرجان هذا يقول لك عنه كامل خوفهم ومشاه مشى ياسر من الروايات جميل جميل اليوم ما تبع راهي ظهرت اليوم وصلت فكرة انا اتحدث عن مشروع مشروع سيد الكريم استاذ مختار استاذ مختار ما زال استاذ مختار انا اتحدث عن الخطاب الوارد في المهرجان من قبل الرئيس أحمد الداداة، تحدث عن عبارة الرحيل التي نضع تحتها خطين باعتبارها عبارة مهمة عندما تصدر من رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية وهي العودة إلى مطالبة النظام بالحوار. نحن نعلم بأن جميع أحزاب المعارضة ركنت إلى الحديث عن الحوار وقالت بأن الأزمة السياسية لا يمكن حلها إلا عبر الحوار الوطني، لماذا غاب الحديث عن الحوار وحضر الحديث عن الرحيل؟ هذا ما أسأل عنه. أولاً أن موقف التكتل من الحوار واضح، التكتل ليس ضد الحوار ويريد الحوار لكن حوار جدي يخرج موريتانيا من أزمتها الخانقة يا غير اليوم بلغ السيل والزباء وهذا هو اللي قال أحمد وقال عن الصبر حدود وعن الشعب الموريتاني نطالب الرئيس محمد عبد العزيز أنه يمشي الليلة والله الصبح عن السلطة مقابل عن الشعب الموريتاني ما يسألوا عن ممتلكاته هذا هذه رسالة وطالب أيضا عن الصبح تخرج وقف 11 عن 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 المواطنين الصبح 11 ما يشروا قزوال ولا يركبوا وتر مدة ساعة تنديدا بهذا هذه الأموال الكثيرة اللي اليوم تنقبض على ظهر المواطن بدون أي سنة قانوني وبدون أي شيء قزوال اليوم لاحق أقل من 30 دولار ونحن قزوال اللي له 5 سنوات مازال عندنا بنفس السعر بسعر قزوال مازال 130 دولار وهذا ما يتواسى هذا سرقة دماء الشعب الموريتاني ويلا توفوا وهذا من خلال الخطاب اللي اليوم اتياها وخر الحزب اللي وخر اليوم عنه قادر على الحشد وقادر على ان يلبي نداء وعنه واقف خلف أحمد ولداد رئيس حزب التكتل. إذن الوقت يبدو بأنه انتهى، لم يبقى لي إلا أن أتوجه بجزيل الشكر إليك أستاذ مختار الشيخ الفيدرالي بحزب تكتل القوى الديمقراطية على مستوى داخل نوادي بو، شكرا جزيلا لك على حضورك معنا على طاولة فقرة الحدث الأبرز وشكرا لك على الردود أيضا التي تشرفت بها. منك أعود مباشرة إلى الزميل أحمد يوسف لتكملة بقية فقرات مسائيتنا الإخبارية.